الحد اللي شاف ايام حلوه في نادي كبير وعريق وانتمى ليه وبقى ابن النادي وجماهيره بالملايين تمام يسيبه ويمشي؟ ايه القرار اللي يخليني اسيب الكيان بتاعي وامشي؟ لان حسيت ان انا يعني عملت دوري على اكمل وجه وقمت بدوري مش بس كلعيب وكلعيب قديم في الفرقه وكابتن فريق وحسيت ان المرحله الجايه هي مش مرحلتي، فلما حسيت ان ده التوقيت المناسب ان انا امشي اعلنت ان انا ماشي بمنتهى الاحترام.